برحب مجددا بكل المشاهدين يلي عم يتابعونا ولكل يلي انضموا لنا هلا وانضمت لنا بالاستوديو سينتيا سموال اللي بنرحب فيها ترحيب كثير كبير. اهلا وسهلا فيك سينتيا. هاي. الموسم الجديد بيحلى بوجودك معنا دائما. نحن اكيد اخبار المشاهير كلها رح نتابعك بهالموسم مع تفاصيل كلها. اليوم عن مين بدنا نحكي اكثر شيء؟ اول شيء اشتقت لكم. نحن كمان كيف كانت الصيفيه؟ كان في شيء ناقص بحياتي يعني هلا غير لوك وما لوك بيطلع بطير العالم. اكيد. ثانك يو. كيف كانت صيفيتك؟ بتجنن بتجنن. وانتو جد؟ نحن هلا احسن بوجودك سينتيا. انا كمان. رجعنا هلا على اخبار المشاهير. وين صرنا؟ هلا نحن بنعرف بالصيفيه عاده انه في نيو رومانسز، في غراميات، بس في كمان البريك اب، انفصالات. واكثر الانفصال الكبير، اكثر شيء بيزعل انه في اثنين كابلز تركوا هالصيفيه وكل العالم بدهم يعرفوا ليه. واليوم عندي كل الديتيلز بدكم تعرفوهم عن تايلور سويفت وتوم هيدلستون وانجلينا جولي وبراد بيت. انا بس بدي اذكر انه انت من اول الاشخاص اللي قالت انه في رح يصير في انفصال بين انجلينا جولي، بس انا بس سمعت الخبر دي سنتي طلع معها. سنتي مظبوط. عن جد شفتي كان في رومرز وقتها. عن جد. وطلع انه اتس ترو. وما كان حدا حاسس انه في شيء بيناتهم ابدا. ايه. وقتها. وهلا بتصيري رح تعرفي ليه. اوكي. هلا رح بلشكم مع تايلور سويفت وتوم هيدلستون. في كثير اشياء العالم بيشوفوهم قدام الكاميرا بس ما حدا بيعرف عن جد شو بيصير بين الشخص انلس هن معهم بقلب هيدا البيت. مظبوط. اوكي. هلا تايلور سويفت وتوم هيدلستون من الاول بلشوا ريليشن شيب كثير سريعه وكل العالم انه عرفوا عم بيقولوا انه كانت تركه من بعد جمعتين رجعت صاحبة توم هيدلستون بسرعه وكانت تركت كالفن هاريس فصاروا كل العالم عم بيحكوا عنها انه ليه هيك عمليت as if it's a rebound يعني. ايه as if it's a rebound. وللصراحه انه بقيوا ثلاث اشهر مع بعض فمبين كانه عن جد كان ريباوند. هلا طلعت المشكله انه تايلور سويفت هي تركته لتوم لانه هو كثير كان عم بيحط بريشر عليها انه بده هو كل العالم يعرفوا عنهم. يكونوا مبينين اكثر بالببليك، يظهروا اكثر مع بعض، يعني يمسك لها ايدها هن قدام الكاميرا او مثلا ريد كاربت مومنتس. اذا انتم لاحظتوا بتعرفوا تايلور سويفت ما كانت ولا مره بتطلع على الريد كاربت مع رجال، بتضلها هي لحالها. هي بتقول انه الكارير تبعها وقتها هي بتكون انه عم بتغني وكل شيء اللي عملته بحياتها بتحب تطلع لحالها لانه هي. هو كثير زعل انه ما طلع معها وكان عم بيضل يعمل بوش انه بدي اطلع معك وبدي نطلع سوا. يعني مصلحه كانت القصه كلها 100%. ورجعت تايلور سويفت عرفت منه انه انغرم بالفكره تبع تايلور سويفت بس ما انغرم فيها. ايه فهي اكيد كثير تضايقت لانه من بعد جمعتين من ما صاحبه وعرفته على اهلها على ستة وعلى ما ضلت حدا من العيلة ما عرفته عليه. وبعدين هن اثنيناتهم رجعوا سافروا على انجلند لندن تا يرجعوا يتعرفوا على امه كمان. بقيوا مع يعني بقيوا معها شي جمعتين رجعوا سافروا كلهم سوا على ايطاليا. انه حسيت عن جد كانه الريليشن شيب عملت هيك 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 انه كثير بسرعه صار. صح. وكل العالم صاروا انه اكيد اكيد ما في شيء غلط بهيدي الريليشن شيب انه ليك شو مبسوطين ليك شو بسرعه انه مشوا مع بعض مشوا سوا شو بده يكون في شيء غلط. يعني هي كانت نيتها طيبة وصافية تبين انه هي نيته صح. مش صحيحة بس كمان في قصص بتقولي انه مبين قد ايه كان مهتم بالريليشن شيب. مثلا هن على شهر تقريبا عملوا لونج ديستنس. ليه؟ لانه تايلور سويفت هي كانت بامريكا وهو كان باستراليا عم بيصور كرمال الموفي ثور يلي هلا رح يظهر قريبا. هو شو عمل؟ حس انه في كثير ديستنس بيناتهم، حس انه ما عم يقدروا يحكوا يشوفوا بعض، يضل في مشاكل بيناتهم، قرر يترك الموفي على فتره يروح يحكيها يشوفها فيس تو فيس ويعتذر انه اذا صار في مثلا مس كوميونيكيشن بيناتهم او في شيء غلط. بس ما زبط ما زبط. ايه انه راح لعندها سافر لعندها ورجعوا تركوا. ما زبط خلص هيدي الفكره. ايه مش زابطه مش زابطه مش زابطه حرام. الاحسن منهم عم يتركوا. ايه صح. بس هلا الشغله الحلوه والغريبه مع تايلور سويفت نحن بنعرف انه بس تترك حدا في غنيه. ايه اكيد هلا بتحضر ناس. بس هي اول مره تايلور سويفت مقرره انه ما بدها تحكي مع حدا عن الموضوع تبع توم. يمكن لانه ندمت لا ما شرحت وعملت لا انا حزين كثير ما تعطي لي يمكن البلاجر اكثر بتشهره اكثر بس لانه حسيت انه تركوا بطريقه كثير منيحه. قرروا يبقوا فريندز. ما بعرف كيف بدها تزبط معهم بس قرروا يبقوا فريندز
وقالت انه هيدي الريليشن شيب بدها تتركها برايفت لحياتها. مش غلط هيدا قرارنا. انجلينا جولي وبراد بيت شو صار فيهم؟ يلي ناطرين تعرفوا انجلينا وبراد بيت شو صار فيهم، صار في كثير قصص بيناتهم ما حدا بيعرف فيهم. هلا انجلينا وبراد بيت كانوا مع بعض 12 سنه، بس تجوزوا من تقريبا سنتين. وكل العالم اول ما طلعوا على الشاشه سوا بمستر اند مسز سميث قالوا انه هيدا الكابل تبع هوليوود. بلشوا تقريبا بالكاست تبع مستر اند مسز سميث، صار في انه مثل كونكشن بيناتهم، كيمستري، يعرفوا كيف يتصرفوا مع بعض، يحسوا انه اكسايتمنت بس يروحوا على السيت مثلا، ناطرين تيروحوا على الشغل بس تيشوفوا بعض. وجينيفر انستون هون كانت حاسه انه في شيء غلط، اكيد نحن كلنا بنعرف القصه تبع براد انجلينا وجينيفر. وبعدين تركوا هن بتقريبا افريل 2005 ورجعوا هو وانجلينا جولي كملوا بس دغري بذات الشهر. فهون كل العالم قالوا انه اوكي كمان زيت القصه مثل تايلور سويفت وتوم، دغري بيرجع بيكونوا سوا العالم اكيد في شيء. بس انه 12 سنه مش 3 اشهر بعدين اكيد طبعا. هلا بهيدي 12 سنه انجلينا جولي فيك تقولي انه كانه كبرت، صارت غير مره. هي بنتذكر من زمان كان عندها مومنتس بحياتها شوي غلط، صعبين كانوا. بعدين صارت عم تتغير، صارت انه بدها تهتم بالعالم، سيريان ريفوجيز مثلا، انه كثير عم بتساعد وهي هيومانيتيريان. صارت راحت صوب الانسانيه وكيف تساعد العالم، كيف تغير العالم ايضا كمان. صح. وبراد بيت عكسها. نحن منفكر انه براد بيت مثله لانه في قصص اشتغلوا معهم سوا، بس كانه سياره انه بده الباد بوي تبع هوليوود. كل العالم يعرفوا انه براد بيت هو براد بيت هوليوود، ما فيك تفكري ببراد بيت الا هوليوود. خايف يمكن يروح الايمج تبعولته انه صار البي وصار الزوج وصار كذا. صح. أوكي. فصاروا كثير تفكيرهم عكس بعض. وصارت انجلينا جولي تهتم باولادها بطريقه اكثر، انه تضلها مع اولادها، بدها تربيهم بطريقه منيحه، مش انه قدام الكاميرا وكل شيء سيلبرتي. وبراد بده غير طريقه، هو بده يفوتهم بالفن، يفوتهم بالريد كاربت وكل شيء خاصه بهوليوود. ومن هيك كمان ما اتفقوا مع بعض. نعم. قالوا انه مش ظابطه واكيد رح يكون في مشاكل اكثر. فانجينا جولي قررت انه بدها هي تاخذ الاولاد من بعد ما الديفورس انه يمشي. نعم. وما بدها تخلي ايفن براد يشوف اولاده. بس اكيد رجعوا قرروا انه نعم. بيقدر يشوف الاولاد. هلا غير هيك كمان اذا ما كنتوا عارفين، براد بيت خانه لانجينا جولي. تقرر خلاص نعرف يعني اكد. وهيدي وقتها قررت انه خلاص ما بقى فيها. اوكي ما بقى فيه رجعه. خينا على تقريبا شي شهرين مع 3 بنات. وهي طلبت حدا يلحقه كرمالها عرفت اخر شيء. قبل ما ننتقل للخبر اللبناني كمان كان عم بيعنف الاولاد، ما صحيحه الخبريه ولا لا؟ انه هي تركته كمان لانه كان عم بيعنف الاولاد من وقت للثاني. بلا ابيوسيف بيرنتس، عم يضربهم يعني او كمان بس مش قد ما حطوها بالببليك. اوكي هلا يمكن صفقوا هيك للصابر. الله يربي. هلا في بنت كثير معروفه اسمها ماجي زيجلر، هيدي البنت ترقص مع سيا اذا بتعرفوها. هي البنت تبع ميوزك فيديو كثير معروفه، كل العالم كانوا بيحكوا عنها. والشغله الكثير غريبه هي اختها الصغيره هلا عم تطلع على الشاشه وصارت كثير مشهوره، ما بعرف كيف، لانه عملت غنيه وعمرها 12 سنه. أوكي. فهلا بنشوف الغنيه سوا. اوكي هذه هي الصوره والبوستر اللي كنا عم نشوفه. هيدي ماجي زيجلر. اوكي بدنا نختم بموضوع لبناني. وكمان نشوف كمان الخبريه لاستاذ مصطفى درباس. صح. خيال زميلتنا ريمي يلي شارك كمان بتصوير اعلان كاس العالم يلي راح يصير ب 2022 بقطر. صح. خبرينا اكثر عن هالحدث. هلا اكيد شغله كثير حلوه للبنان انه حدا عم بيشتغل بشغله معروفه انترناشونالي، ونحن وير براود عن جد. طبعا برافو كلبنانيه اكيد. حلو سنتيا سموال، نحن بنشكرك، اهلا وسهلا فيكي. واكيد نحن لقانا بجدد كل اسبوع لحتى نعمل جوله اخباريه سريعه على عالم المشاهير حول العالم. يا هلا اهلا وسهلا فيكي سنتيا. مشاهدينا نحن لهون بنوصل لختام حلقتنا وبرنامجنا لليوم. بدنا نذكر انه اليوم ريمي بندلي كان من المفترض انها تكون موجوده معنا لحتى تحكي عن الحفل الموسيقي اللي راح كان تقدمه ب 20 الشهر لاول مره من بعد 24 سنه من تنظيم برنامج زكي نصيف للموسيقى بالجامعه الامريكيه ببيروت. ان شاء الله
مستقبلها بحلقه مقبله لحتى نحكي اكثر عن هالكونسير اللي نحن كلنا بانتظاره. بنرجع بنذكر لاول مره من 24 سنه ما قدرت توصل معنا لعنا بسبب عجقة السير. إن شاء الله عجقة السير تنحل قريبا. نلتقي إن الله راد يوم الاثنين بتمام الساعة 5:30 مباشرة على الهواء على القلب. تنطرونا. باي باي. بون ويكند.